بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن نوم الطيور. أكد بحث جديد أن الطيور تختلس أقفاء لكي تبقى على حواسها في حالة الانتباه للكواتر التي تستهدفها مثل النسور وغيرها، مثل أيضا كبار رجال الأعمال المشغولين دائما الذين يعملون لمدة 14 ساعة في اليوم. وأثبت الباحثون في معهد ماكس بلانك لعلم الطيور في ألمانيا في دراستهم الرائدة لأول مرة أن الطيور تعوض النقص في ساعات النوم بطريقة نفسها التي تعوض بها البشر، بل أن الطيور تشبه البشر في أسلوب نومهم، وأن دماغهم يبث موجات كهرطاسية مثل البشر تماما. أن هذه الأبحاث والدراسات تبث يوما بعد يوم أن الطيور هي مجتمعات وأمم أمثالنا. تثبت هذه الأبحاث أن الطيور أمثالنا أو مجتمع زينا، وهذا ما ذكره القرآن قبل 14 قرنا قبل أن تكتشفها العلماء. تكتشف العلماء هذه البحوث. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة النمل آية 38. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.